بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشباب، نتحدث في هذه المحاضرة عن لغة عربية لأغراض الإعلام. واحد، هو مقسوم على واحد واثنين. وأول سؤال يخطر على بال الإنسان، ما المقصود بأغراض الإعلام؟ اللغة العربية هي نفس اللغة العربية، ولكن أهل الإعلام بيروا إنه الإعلامي يحتاج للغة العربية كلها، ولكن في بعض المواد نركز عليها. قسم علماء اللغة العربية إلى 12 قسم، وقالوها في بيتين من الشعر: صرف بيان معاني النحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء، هذه 10 محاضرات، وثاني عشرها لغة، تلك العلوم لها الآداب وأسماء. نتحدث عن علمين: النحو والصرف. ما المقصود بالصرف؟ الصرف علم يهتم ببناء الكلمة، شكل الكلمة، هيئة الكلمة، صورة الكلمة. يعني مثلا نقول فاعل كاتب، مفعول مكتوب. وعلماء النحو بيفتكروا ان علم الصرف بيسموهم التنوين. وما المقصود بالتنوين؟ نقول محمد، هنا نون لا يكتب ولكن بنعمل ضمتين. محمدا في نون ما بنكتبه لكن بنعمل فتحتين. محمد ما بنكتب نون ولكن كسرتين. هذا هو علم الصرف ويهتم بهذا. طيب، عشان نعرف شكل الكلمة لها وزن، علم يسمونه الميزان الصرفي. طبعا إذا أردنا أن نكون قاعدة أو أي عمل، بدنا نعمل كوبري، بدنا نعمل شارع زلط، عايزين نعمل مدرسة، عايزين نعمل جامعة، لابد من إحصاء. نعمل إحصائية في الأول، نشوف هل النازل محتاجين لمدرسة ولا محتاجين لمستشفى ولا ما محتاجين. طيب، عملوا إحصاء عشان يعملوا ميزان للكلمات. عملوا إحصاء وجدوا أن أكثر الكلمات مكونة من 3 حروف. يعني ممكن يكون في كلمة فيها حرف واحد أو حرفين أو 3 حروف لحد 6. أغلب الكلمات مكونة من 3 حروف. جميل. إذن بدل نقول الحرف الأول والثاني والثالث، قالوا لا، أحسن حاجة نختار حروف. اختاروا 3 حروف: الفاء والعين واللام. لما نقول فاء الكلمة الحرف الأول، ولما نقول عين الكلمة الثاني، ولام الكلمة الثالث. إذن الميزان الصرفي هو الذي نزن به الكلمات، نوزن الكلمات. يعني عايزين نقول كاتب على وزن فاعل، كاتب على وزن فاعل، بعدين مكتوب على وزن مفعول. دي مهمة علم الصرف. طيب، ننتقل إلى المادة الثانية اللي هي النحو. إذا كانت الصرف يهتم ببناء الكلمة وشكل الكلمة، فإن علم النحو لا يهتم بشكل الكلمة. علم النحو لا يهتم بكلمة هل هي كاتب ولا مكتوب، لا. علم النحو يهتم بالحرف الأخير أو آخر الكلمات. يعني مثلا نقول كاتب، بس التنوين هنا، كاتب، كاتبا، كاتب، ده علم النحو يهتم بآخر الكلمات. إذن نحن عندنا علم الصرف يهتم ببناء الكلمة وهيئتها، وعلم النحو يهتم بأواخر الكلمات. طيب هم قالوا شنو؟ يعني علماء اللغة العربية، شوف العلماء اللغة العربية ما سابوا حاجة، أي حاجة عملوا لها قاعدة. فقالوا النحو، ما هو النحو لغة؟ لغة نحن عندنا الكلمة لها معنيين، في اللغة وفي المعنى. في اللغة يعني مثلا لما نقول صوم، مثلا صوم
صوم. ما هو الصوم؟ الصوم في اللغة هو الإمساك أو الامتناع، بس صام عن الأكل، صام عن الشراب، صام عن الكلام. السيدة مريم العذراء قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى معناته أمسك عن الكلام. هذا المعنى اللغوي. ولكن المعنى الاصطلاحي في الصوم أو الصيام هو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ده المعنى. إذا في معنى لغوي وفي معنى معنوي. طيب المعنى كلمة النحو معناها شنو؟ معناتها الطريق، الطريق، أو يعني نقول الطريق، نقول القصد، ده النحو. طيب أما الاصطلاح هو الكلام العربي. ما هو النحو؟ الكلام العربي، وهو علم يحترز به من الخلل في الكلام العربي. طيب إذن الكلمة نعرف أحوالها آخرها، إما إعراب أو بناء. إعراب أو بناء. ما هو الإعراب وما هو البناء؟ الإعراب الحقيقة، طيب برضو لغة، الإعراب لغة هو الظهور والإبانة. أعرب ظهر، يعني يقال أعرب فلان عن نفسي أظهرها. يعني واحد يتكلم ونحن ما شايفينه يقول له أعرب عن نفسك، يعني ورينا نفسك. الإعراب لغة هو الإظهار والإبانة. طيب ما اصطلاحا؟ اصطلاحا الاصطلاح هو آخر الكلمة، آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة. آخر الكلمة يعني مثلا نقول كتب، كتب آخر الكلمة الباء فيها فتحة. طيب الطالب، الطالب الباء آخر الكلمة مرفوعة. الدرس الكلمة الأخيرة السين وعليها الفتحة. كتب الطالب الدرس. في الفصل، في حرف جر الفصل اللام بس. هذا هو المعنى، معنى النحو الرفع والنصب والجر في الأسماء. الرفع والنصب والجر في الأسماء بنضيف في الأفعال الجزم. الأسماء لا تجزم، والأسماء لا تجزم، إما ترفع أو تنصب أو تجر. أما الفعل، أما الفعل يرفع وينصب ويجزم لا يجر. جميل جدا. طيب حسب العوامل، يعني لما نقول كتب الطالب ده فاعل، بقى مرفوع لأنه فاعل. الطالب كتب فعل ماضي مبني على الفتح. طيب العوامل شنو العوامل؟ العوامل مثلا كتب فعل ماضي، العامل هنا فعل ماضي مبني على الفتح. طيب الطالب العامل هنا شنو؟ الفاعل، بقت مرفوعة. الدرس العامل شنو؟ المفعولية، بقت مفعول به منصوب. جميل جدا جدا. طيب جرا بالقلم، بالقلم بالنسبة للأفعال الجزم أو النصب. طيب لما نقول يذهب الطالب، يذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة. لن يذهب، لن يذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصب الفتحة. لم يذهب، لم حرف جزم الباء فيها سكون. جميل جدا جدا. طيب العوامل دي، العوامل دي فيها تغيير. التغيير بسبب شو؟ إما تكون لفظيا أو تقديريا أو محليا. طيب اللفظي ما لا يمع النطق به، زي وضع محمد الكتابة، وضع محمد الكتابة. طيب وضع محمد فاعل، الكتابة مفعول به. طيب قال لك لفظيا أو تقديريا. تقديريا بمعنى شنو؟ لما نقول مثلا جاء محمد، ده لفظي واضح جدا جدا فاعل مرفوع بالضم. لكن لما نقول جاء مصطفى، مصطفى فاعل،
لكن الضمة وين؟ ما في ضمة هنا، هنا تقديري، تقديري مصطفى فاعل مرفوع مبني على الألف في محل رفع فاعل، ده التقديري. مثلا رأيت محمدا مفعول به منصوب ظاهر، لكن لما نقول رأيت مصطفى ما في فتحة بتظهر هنا، مقدرة. طيب مررت بمحمد مجرورة ظاهرة جدا، طيب لكن لما نقول مررت بمصطفى ما ظاهرة، ده التقدير. بيقول منع من ظهور، عندنا احنا حاجتين يا شباب، نقول منع من ظهورها التعذر او الثقل. ما الفرق بين التعذر والثقل؟ دائما الناس بيغلطوا في بين التعذر والثقل. مثلا اديكم مثال، مثلا واحد فيكم عزمني غدا، نقول حصلت، يمكن ما بتحصل، نقول حصلت. طيب عزمني غدا وبعدين مشى حضر غدا تمام، انا ما جيت، فبجيو تاني يوم اعتذر له، اقول له والله شوف والله انا لبسته وجاي نزلت مطره ما قدرت اطلع من البيت، تعذر علي الخروج، تعذر استحال، يعني تعذر يعني استحال، ده سبب. او اقول والله الحقيقه انا لبسته وجاي انا في خشب الباب جونا ضيوف، هل استحاله اطلع؟ لا ما استحاله، لكن ثقيله، ثقيلة، ناس ضيوف ممكن تطلع. فإذا الفرق بين التعذر والثقل، التعذر الاستحالة، والثقل تكون ثقيلة يعني ممكن تحصل لكنها غير مقبولة. طيب طيب عندنا الثقل ذاته نوعين، شوف شوف يقول لك شنو، جاء مصطفى، مصطفى فاعل مرفوع بضمة مقدرة. طيب لما نقول جاء القاضي، جاء القاضي ده الثقل، يعني ممكن نقول جاء القاضي بس ثقيلة، نقول جاء القاضي بدل نقول جاء القاضي ثقيلة، ولا نقول جاء القاضي نقول منع من ظهور الثقل ثقيلة. طيب بعدين إما بالتعذر أو الثقل أو المناسبة، يعني قلنا إما تقديريا أو محليا، نجي لمحليا. طيب نقول جاء ولدي، جاء ولدي أو طالبي أو تلميذي. طيب جاء تلميذي، تلميذي. طيب الزال هنا تلميذ فاعل، جاء تلميذ انتهينا، جاء طالب مرفوع واضح جدا جدا. المشكلة هنا جاء طالب لي، جاء طالب لي، أنا ما قلت جاء طالب اللي، قلت جاء طالبي. طيب نجي في حرف الباء هنا في طالب دي، طالب دي لو مسكناها من ناحية الموقع فاعل مرفوع بالضم. طيب لكن قلنا طالبي، الياء دي ضمير المتحدث، دي جاء طالبي، الياء بطبيعة الحال ما ممكن تكون موجودة إلا إذا كان الحرف اللي قبلها مكسور. طيب لا يمكن نحن فاعل مرفوع نقول بالكسرة. طيب نعمل شنو؟ نقول جاء طالبي، هذه الضمة ما ظهرت في طالبي، لماذا؟ لأنها حركة المناسبة، مناسبة الباء للرفع ومناسبة الياء للكسر قبل أن تكون مكسور، ولذلك نقول هنا مناسبة. إذن هنا إما نقول لفظيا او تقديريا او محليا. طيب قلنا تقديريا او محليا، وقلنا المناسبه جاء ولدي، رايت ولدي، مررت بولدي في جميع الاحوال. طيب طيب نقول جاء هذا ومررت بهذا، جاء هذا ومررت بهذا، جاء محمد ضم ظاهر، مررت بمحمد الكسر ظاهر، رأيت محمدا الفتحة ظاهرة. ولكن لما نقول جاء هذا ورأيت هذا ومررت بهذا، كلها مختومة بألف، هذا هذا هذا، أو مصطفى أو مصطفى أو مصطفى. طيب دي نقول هنا مبني، جاء هذا فاعل مبني، مبني على الضم، هذا هنا مبني على السكون،
لكنها هو فاعل. طيب إذا ما هو البناء؟ ما هو البناء؟ ما هي حاجة ظاهرة أو مبنية؟ البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. يعني مثلا هذا، هذا سكون، هذا سكون، كم، كم سكون، ما بنقول بكم، بنقول بكم سكون. أو نقول حيث، مبني على الضم طوالي، من حيث، ما بنقول من حيث، من حيث، حيث مبني على الضم. منذ مبني على الضم، منذ مبني على الضم. طيب أو نقول شنو، هو، هو هي، الاثنين مفتوحات طوالي مبنية على الفتح. أو نقول هؤلاء، جاء هؤلاء فاعل، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، مبنية على الكسر. ده الفرق بين البناء والإعراب. يبقى الإعراب لغة هو الظهور والإبانة، واصطلاحا، اصطلاحا هو تغيير في آخر الكلمة بسبب الفاعلية أو المفعولية أو المجرور أيا كانت. طيب إذا عايزين بقى ندخل في موضوع جديد، ألفية ابن مالك. نسمع دائما بألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك. طيب ما معنى ألفية؟ وأسي يقول لك السبحة الألفية، ها، يقول لك في 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 المديح بتاعنا والشكر بتاعنا أو الغناء حقنا بيقولوا ود البجر ذو الألفية، في لندن أشكره، ود البجر ذو الألفية، يعني أهل الشيوخ بجر بيسبحوا بالسبحة فيها ألف. طيب الألفية ألف بيت. نتكلم في الأول عن الألفية، قلنا من ألف بيت. طيب هذه الألفية عمل ابنه محمد ابن مالك، محمد ابن مالك هنتكلم عنه برضو. طيب بتكتب الآن لو عندنا قصيدة فيها 10 أبيات أو 20 بيت أو 100 بيكون عندها قافية واحدة، لكن هذا هذه الألفية تكتب بما يعرف بالرجز، الرجز. يعني هنشوفها بعد، نلاحظها بعد شوية أوضح لكم معنى الرجز. طيب محمد ابن مالك، عندنا محمد بن مالك وحنشوف. طيب نشوف الفرق بين الشعر والنثر شنو. الشعر والنثر، يعني الواحد لو قالوا له احفظ 10 سطور نثرا و10 أبيات شعرا، ال10 أبيات دي لانها منظومه بيحفظها بسرعه، تماما مثل السبحه ولا العقد. السبحه فيها 100 حبة او 99 حبة، جميل جدا جدا. عندنا 100 حبة موجودة، وعندنا اما منظومة في خيط ولا مبعثرة. السهل للانسان يشيل ياتها، بالتأكيد فيها خيط منظومة. نحن طبعا في السودان في العامية السودانية بنقول منظومة، اللي هي منظومة. اذا علماء اللغة عشان يسهلوا للطالب معرفة المادة وحفظها نظموها شعرا. كيف؟ أديك مثال. مثلا في اللغة العربية عندنا الكلام وأجزاؤه. ما هو الكلام؟ الكلام، ركزوا معاي، ركزوا معاي، الكلام هو اللفظ، اللفظ المفيد لمعنى، اللفظ المفيد لمعنى. طيب شوف اللفظ المفيد لمعنى وأقسامه، وينقسم إلى، ينقسم إلى 3 أقسام، الاسم والفعل والحرف. الكلام ده ممكن يكتب في 3-4 سطور عشان يكون واضح، جميل جدا. لكن لما نقول شعرا، شعرا كلامنا لفظ، شوف بيت واحد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلام المفيد زي استقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. باختصار شديد الكلام ذاك اللي ممكن احنا نعمله في 4-5 سطور ممكن يكون في بيتين بس او شطرتين بس. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى
ابن مالك هذا رحمة الله عليه داير كل اللغة العربية دي ياخدها للطالب بسهولة في ألف بيت، ألف بيت. طيب هذه الألفية الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، يعني كيف ماذا قال ابن مالك؟ أنا أقرأ لكم الأبيات دي بس، وإن شاء الله المرة الجاية نفصلها. قال شنو؟ قال محمد هو ابن مالك، ده ابن مالك اسمه محمد. قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي خير مالك. شوف القافية آخرة كاف، جميل جدا. مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفة. شوف هنا قال مالك بالكاف، هنا قال الفاء، درجز درجز. يعني لو عاوزين نجيب أبيات قصيدة، القصيدة كلها تكون بقافية واحدة لكن في الرجز مختلف كلام. وقال شنو؟ وأستعين الله في ألفية ها مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي ها وتبسط البذل بوعد منجزي حرف الزائد وتقتضي رضا بغير سخط ها وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي طاولية. طيب وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام ده إن شاء الله بنجي في محاضرة ثانية نفسرها. السلام عليكم.